بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوقت الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا وقت ثمين لا يدرك بالأثمان، ولهذا نوه الله بشأن الوقت والعصر وأمر بحفظه بالأعمال الصالحة وما يفيد الإنسان في دينه ودنياه، بدل أن يضيعه في اللهو والغفلة و اتباع الشهوات فيضيع عليه عمره وحياته ولم يكتسب منها إلا الآثام، فيخسر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يلهون ويسهون ويغفلون ويقولون نقتل الوقت إذا كان عندهم فراغ، يمضونه في غير فائدة وفي لهو ولعب، ويقولون نقتل الوقت كأنه عدو لهم، في حين أنه هو رأس مالهم وهو مزرعتهم التي يزرعون فيها للآخرة ويجنون ما زرعوا يوم القيامة، يوم يندم من ضيع، حينما تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، في حين أن يقول الذين ضيعوا أعمارهم في غير طاعة الله يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وحينما يقولون ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فعلى المسلم أن يحفظ وقته فيما يفيده في دينه ودنياه، ويحذر من تضييعه في اللهو والغفلة وما لا يفيده بل يضره عاجلا وآجلا. فلو أن الإنسان يحفظ وقته ويتفرغ لما فيه مصلحة دينه ودنياه لكان ذلك خيرا له عاجلا وآجلا. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب، أي في العبادة، وإلى ربك فارغب، فأمره أن يستغل وقت فراغه في العبادة والنصب في طاعة الله سبحانه والرغبة إليه. وهذا شأن المسلم، وعلى الأقل يمضي هذا الوقت وهذا الفراغ في أمر ينفعه في دنياه على الأقل، من تعلم صنعة أو عمل ما يستفيد من ورائه، ويمضي فيه وقته في صالحه وفي منفعته بدل أن يضيعه. وأيضا أشد من ذلك أن الأسفار والاختلاط في الأماكن تجمعات من أنواع البشر مما يذهب الحياة من النساء، ومما يسيء تربية الأطفال، وفيه مفاسد عظيمة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في وقتهم وفي أنفسهم وفي أسرهم، وأن يتعقلوا في أمرهم ويحفظوا وقتهم فيما فيه فائدة وما فيه منفعة. لا بأس أن الإنسان يسافر إلى العمرة، يسافر إلى زيارة أقاربه، يسافر إلى بلده إذا كان بعيدا عنه، هذه أمور مباحة وأيضا فيها فائدة له. أما أن يسافر لأمكنة
التجمعات التي فيها لهو ولعب، فيها أغاني وفيها مزامير وفيها رقص وفيها اختلاط وفيها سهر وفيها ضياع وقت وضياع دين ودنيا، فهذه هي الخسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الزمان يمضي، فإن أمضيته بخير حصدت خيرا ونتيجة طيبة، وإن أمضيته بغفلة ولهو ولعب حصدت الندامة. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فالذي مضى لا تستطيع رده إذا ضيعته، لكن يبقى لك الاستغفار والتوبة إذا حصل منك مخالفات فيما مضى، فباب التوبة مفتوح فتستدرك، والمستقبل لا تدري هل تدركه أو لا تدركه، فلا تعلق آمالك على شيء مستقبل وتمهل العمل والتوبة إلى مستقبل الزمان وأنت لا تدري، لعلك لا تدركه، فيحال بينك وبين ما تتمنى، فعليك أن تستغل الفرصة والساعة والوقت الذي أنت فيه فيما فيه خير ومصلحة ونفع لك ولأسرتك ولمجتمعك. وعليكم بالتعاون على البر والتقوى، وعليكم بالتواصي والصبر والتواصي بالحق، هذا شأن المسلمين في كل زمان ومكان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.